ايه الاخبار جماعة؟ البنت دي عملت اجمد واسرع بيتزا، تعملوها في دقيقتين، حطت مقادير سهلة وبسيطة جدا في كوباية ودخلتها الميكروويف لمدة دقيقتين وطلعت بيتزا شكلها جامد جدا جدا جدا، سهلة متاخدش اي وقت وطعمها تحفة. فانا هجربها دلوقتي واشوف فعلا هي طعمها حلو ولا لا. هعملها هنا باول حاجة 3 معالق دقيق، بعد كده معلقة واحدة بس زيت، بعد كده 3 معالق لبن، معلقة واحدة بيكنج باودر. قلب بقى كل ده مع بعضيه كويس جدا. دلوقتي بقى نحط معلقة واحدة صلصة، بعد كده بقى شوية جبنة موتزاريلا، واخر بقى حاجة احط عليها فلفل هالابينو اللي هو الحراق. وزي ما انتم شايفين ده شكلها، طبعا ممكن نحط فراخ، ممكن نحط اي بقى مكونات احنا عايزينها. ودلوقتي بقى المفروض ندخلها الميكرويف لمدة دقيقتين او دقيقتين ونص حسب الميكرويف بتاعكم، وبعد كده نطلعها علشان ندوها. كان نفسي احط فيها فراخ بس انا مش محضر فراخ، انا قلت اجربها الاول كده، لو نجحت هعملها بكل حاجه بعد كده. ودلوقتي طلعتها، بصوا يا جماعه شكلها عامل ازاي، شكلها خطير يعني. بصوا ريحه الفلفل مع الجبنه مع الصلصه، ميكس مرعب. يا رب تطلع حلوه. زي ما انتم شايفين انا سبتها بالظبط في الميكرويف لمده دقيقتين ونص، كانت قاعده بتطلع دخان كتير كده اول ما حطيتها، فكنت بحطها شويه في الميكرويف واطفي واشغلها تاني لغايه ما كملت دقيقتين ونص. نقول بسم الله، يا رب يا رب يا رب تطلع حلوه يا رب. بصوا يا جماعه، بصوا 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 بصوا، واو واو واو. بصوا يا جماعه العجينه من جوه مستويه جدا، بصوا العجينه، انا مش مصدق ان ده حصل في دقيقتين. بسم الله. واو واو، بصوا يا جماعه بصوا الحلاوه، بصوا الطعامه والحلاوه. تحفه والله العظيم تحفه اهي. بصوا المنظر. سخنه وسبايسي، ارشحها بشده، ارشحها بشده 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 بشده، اقسم بالله اختراع جامد جدا ومرعب. شايفين شايفين حلاوه. بعد ما اقفل الفيديو ده هعمل واحده ثانيه بالفراخ. لو منكم والله العظيم هقوم اعملها دلوقتي حالا. ما تنساش تعمل لايك وشير ومنشن لصاحبك او قريبك او اي حد لازم تدوقه البيتزا الجامده دي اللي ما بتاخدش وقت ولا مكونات، وتقول لي رايك فيها. اي خدمه.